اليوم شوي بنتكلم عن انواع البادل اللي موجوده عندنا اللي نستخدمها على البحر. اول نوع عندنا الفري ستايل، هذه الفري ستايل خفيفه جدا، تلعب مع الكره الصغيره، تعمل باونس وشوتينج، حلوه حق شخصين على البحر يتسلون فيها، خاصه في الاجواء الصيفيه. هذا اول نوع. ثاني نوع الخشب الكبير، هذه حق الكور الكبيره اللي اكبر شوي، حق الباونس والشوتينج نفس الشيء، بس شوي تبغي اقوى، يعني تبغي لها قوه اكثر عشان تكون اقوى من الثانيه. هذه خفيفه الصفراء، وهاي الثانيه اقوى شوي على الايد يعني. اما بخصوص البيتش بادل تنس، لها قوانين ولها شوي نظام معين، طبعا انت يعتمد عليك كيف تلعبها، تبغى تلعبها على البحر ولا تلعبها على قانون، تحط لها مثلا اللاينر وتحط الشبك، فخلاص تصير 15 في 15 او واحد ضد واحد او اثنين ضد اثنين يلعبون مع بعض. اليوم بعرفكم عن الفرق بين لعبه البيتش بادل ولعبه البادل الاعتياديه اللي عليها اقبال كبير من شباب دوله الامارات. الفرق بين لعبه البادل والبيتش بادل ان هي تنلعب على الرمل، تحتاج لياقه بدنيه اعلى، تفرق في السايز الحجم، حجم الملعب 25% اقل من ملعب التنس. هي مشابهه للعبه التنس الريشه، بما ان الفريقين الزوجيين اثنين ضد اثنين لازم ما ينزلون الكره على الارض. وتفرق عن التنس الكره ان فيها البرشر، الضغط على الكره اقل. وتفرق اللعبه عن البادل الاعتياديه ان الفرق بينهم الزجاج او الباريرز في الملعب نفسه، واللي هو يسمح للاعب، الفرق في اللعب انه يسمح له انه هو يضرب الكره في الزجاج وبعدين عنده فرصه انه هو يرد يعكس الكره للفريق الثاني. ولكن في البيتش بادل انت عندك الحدود ان انت تضرب الكره من مضرب الى اخر. من الشغلات اللي لازم يتمتع فيها لاعب البيتش بادل انه هو لازم يكون ذو لياقه عاليه، السرعه، وانه هو يقدر يشوف الكره وهي تتحرك على اساس ان هي ما تنزل على الارض، لان اول ما تنزل الكره على الارض تعتبر هدف للفريق اللي ضده. لعبه ممتعه جدا صراحه، الصيف هذا جميل حق انك تتعلم رياضه جديده، مش شرط انك تكون والله في مكان بعيد، تعال على البحر واستانس مع ربعك والعب البيتش بدل تنس، جميله جدا.